من أفراد الأسرة العراقية سواء كانوا شباب أو أطفال أو حتى كبار السن، وكيفية التعامل بشكل صحيح مع هذا الفيروس. أكيد أنا وياك يا مصطفى، وأيضاً من خلال محورنا لليوم راح ناخذ أبرز النصائح للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. طبعاً وأكو نصائح بالفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أو ظهرت بأكثر من مكان، هذه نصائح مفيدة وغير مفيدة، فإحنا راح نعرف شنو الأشياء الصح، الاستخدامات الصح، بالإضافة لهذا الاستخدامات الغلط، ممكن أكو إجراءات غلط إحنا نسويها ونتوقع أنه هاي إجراءات وقائية هي هاي الصحيحة اللي راح تحمينا من الإصابة بفيروس كورونا أو تقلل من الإصابة من هذا الموضوع. طبعا بالتأكيد راح يكون ويانا الدكتور أحمد الرديني اختصاص طب أسرة. أهلا بك يا دكتور. صباح الخير دكتور أحمد. صباح الخير. نورتنا اليوم. نوركم أكيد سابقني، وأيضا إطلالة جميلة والأمطار والجو نوعا ما يخوفنا احنا كأطباء شوي انخفاض درجات الحرارة، انه ممكن بس لكن المطر اكيد راح يسوي عزل ربما. يعني هذا الانخفاض درجات الحرارة ممكن يسبب حالة من الرعب عندكم ككوادر طبية؟ يعني انا كطبيب اقيس، يعني اليوم امطار يعني الناس البرودة بحد ذاتها تلعب دور في انه ممكن تقلل الاغشية المخاطية، مناعة الاغشية المخاطية، وبالتالي تكون منفذ للفيروسات، كانت فيروسات الانفلونزا والكورونا وغيرها، وبالتالي هذا واحد. ولهذا دائما نقول لكم شربوا سوائل دافيه. اي صحيح، او دافيه، يعني هذا واحد من الامور اللي نخشاها. القضيه الثانيه قضيه انه احنا اليوم اكيد يحتاج ان يمكن الجو المطر يفيدنا بقضيه انه الناس شويه تقعد ببيوتها وتسكت، يعني الظاهر العراقيين احنا ماكو شيء يخلينا انه لمعت جوال ولا ابدا يعني ماكو شيء يلزمنا. صحيح قبل شوي قلت لي هذا نفس الموضوع حقيقه، يعني هذا لا حضر لا مطار لا فيضان، يعني قضيه الكورونا هوايه امور نتحدث من عندها. اي صحيح. القضيه الاولى انه الدراسات اشارت الى انه معدل الاصابات بالاعمار تحت ال 30 سنه هي اقل. هسه ليش؟ هواي اسباب. طيب هو دكتور انا طبعا بدايه يعني عذرا بتسالك انه المده الحقيقيه هذه المده الحقيقيه لاحتضان المرض باي مرحله تكون، وش وقت يكون الانسان يعني عذرا المصاب باي مرحله يكون معدي للاخرين؟ الفيروس خطورته وين؟ هسه احنا نحكي نقول نسبه، بعض الاطباء يقولون نسبه الوفاه 2%، لا تخافون. اوكي تمام ما عندي مشكله. اوكي نسبه الوفاه بهواي اقل من حوادث المرور، بهواي اقل من امراض السرطانيه، بهواي اقل من امراض القلب وغيرها. تمام. لكن خطورته وين؟ خطورته اول قضيه انه الفيروس حديث. عاده الفيروسات عندما تسوي اوبئه كان يكون انفلونزا الخنازير او غيرها، نعم، تنتقل من الحيوان الى الانسان تكون شديده العدوى. هذا خلينا نتفق عليه كلنا انه الفيروس شديد العدوى، يعني ممكن لا سمح الله اي احد مصاب بمكان معين ممكن ينقل العدوى للجميع. يعني شفتوا انتم بالطيار خلال فتره الطيران، يعني شخص مصاب نزلوا او الباخره اللي هي صارت ضجه عليه، مجرد وجوده بالباخره نقل العدوى، يعني جد يعني سريع الانتشار. هذا واحد. اثنين خطورته وين؟ خطورته تكمن انه حد الان معلومات احنا كافيه عن الفيروس يوميه بهذا الشكل. يعني احنا عندنا اصابات اطفال بالعراق، نعم عندنا حالات اصابه كورونا بالاطفال عندنا بالعراق، برغم انه عدد الاصابات هي لحد الان المشخصه هي ما تتجاوز بعدها ضمن 100 الى 200، يعني 100 و160 اعتقد عدد حالات الاصابات تقريبا. اي نعم. لكن عندنا حالات اصابه هذا بالشكل العام لو بس الاطفال، لا بالشكل المجمل بالشكل العام. فعندنا لكن حالات الاصابات بالنسبه للاطفال. القضيه الاخرى انه خوفنا من انه الفيروس ممكن يحدث نفسه مرة أخرى، يعني مثل ما سوى طفرة وانتقل من الحيوان إلى الإنسان ممكن يسوي طفرة أخرى به ويكون أشرس وأكثر خطورة وممكن يكون صحيح. قاتل، وهذا اللي خافنا عنده. لحد الآن إحنا خوفنا مو من الفيروس نفسه، نعم سريع الانتشار، من طريقة الفيروس سريع الانتشار. أوكي تمام إحنا عندنا مخاوف من هذا، بالإضافة لمخاوفنا الأخرى أنه الفيروس ما قاعد يضرب فقط الجهاز التنفس، مو مثل الانفلونزا مجرد باقصى حالاته يسوي حاله ذات الرئه وانتهى الموضوع. اي نعم. قاعد نشوفه جهاز الامعاء، قاعد نشوفه يضرب الجهاز الكلوي ويسوي عجز كلوي، يعني هو ما عنده جهاز معين يضرب الغدد اللمفاويه واللي قاعد يتصرف حاله تصرف مرض نقص المناعه المكتسب. المكتسب.
هذا يعني اكثر من فيروس قاعد يشتغل، وهذا مخاوفنا. ذكرته على فترة الحضانة، الحضانة يختلف عن باقي الفيروسات، يعني واحد انا اشوف ممكن عنده انفلونزا، انا اشوف عنده علامات انفلونزا، هذا اتوقع انه ممكن هو خلال فترة الاعراض راح ينقل المرض. لكن فيروس الكورونا الفترة مالته ممكن الشخص يشوفه كل شيء ما بي، صح، وبالتالي هو ممكن يكون ناقل المرض. وشافوا انه معدل طبعا خلال ممكن اسبوعين فترة الحضانة، هسه ممكن يعبرها الى عدة اسابيع، ممكن تكون اقل ممكن، لكن شافوا انه ممكن الاصابات في اغلب الاحيان تصير بعد 4 إلى 5 أيام. يعني شخص مصاب نقل العدوى ظهرت عندي الاعراض بعد 4 إلى 5 أيام، لكن ممكن تكون الاعراض تظهر عندي بعد يومين، وممكن تكون تظهر عندي بعد 13 يوم، وممكن تكون اكثر، لكن الحالات الاكثر هي بعد 4 أيام 5 تظهر عندي الاعراض. يعني هذه المده الحقيقيه لاحتضان المرض، نعم، انه بعد ظهور الاعراض، نعم، يعني تاخذ وقت 4 أو 5 أيام وتظهر الاعراض. يعني انا حسب ما اعرف، وهذا اللي اغلب يمكن المشاهدين يعرفوه، انه الموضوع مو 4 أو 5 أيام، الاغلبيه انا احكي متوسط، اي الموضوع انه هو بعد 14 ممكن يوم. ممكن ممكن لكن حالات انا ناخذكم يعني نقدر نقول حالات نادره هاي اللي بعد 14 يوم. لا لا هي لا حالات موجوده، لكن يعني الحالات المتوسطه بشكل عام اغلب الحالات هي بعد 4 إلى 5 أيام تظهر الاعراض. تظهر الاعراض. طيب شكرا. عذرا هذا بس اريد اسال سؤال، يعني باي مرحله يصبح الانسان المصاب معدي للاخرين؟ هو بدون حتى اعراض. يعني احنا ذكرنا فتره الحضانه، شنو فتره الحضانه؟ انه انت اكتسبت الجرثوم او الفيروس، الفيروس يدخل لك يجوز فيروس واحد او اثنين او ثلاثه او مجموعه فيروسات تدخل لك، فحتى يحتاج لك يتكاثر يلا يوصل مرحله المرض. يعني عندما توصل مرحله المناعه او اجهزه الدفاع الجسم ويا العدو، يعني يتغلب العدو، تظهر عندك الحاله المرضيه او المضاعفات او تظهر عندك الاعراض. فيروس الكورونا يدخل الجسم وممكن ينقل لشخص اخر وهو ما منطي اعراض، وهي فترة الحضانة، يعني خلال فترة الحضانة. نعم. أعراض تظهر بعد 4 مثل ما قلنا إلى 5 أيام في المتوسط، يعني أغلب الحالات 4 إلى 5. أغلب. طيب دكتور، أبرز إشارة لإصابتنا فيروس كورونا، لأن أكو هواي ناس وإحنا طبعاً من ضمن هاي الناس عندنا التوهم بسبب كثرة الأخبار والتقارير، قمنا ما نعرف شنو الأعراض بالضبط هي الحقيقية. الأعراض هي واحد يراقب نفسه. طبعاً إحنا نأخذ، أنا باعتقاد الشخص علينا كعراقي نأخذ الصين كنموذج، باقي الدول إيطاليا أو ألمانيا أو يعني إنجلترا، كل واحد لهم نظامهم الخاص بهم، يعني ما راح تقيد. نأخذ الأفضل عندنا على اعتبار أنه عندنا كثافة سكانية موجودة اليوم، زيارات، على اعتبار عندنا نقص بالخدمات المقدمة، على اعتبار عندنا كثافة سكانية بداخل المنازل، على اعتبار عندنا نقص بالمستوى الإدراك وحجم خطورة المرض. فأعتقد الأفضل أنه نتجه باتجاه التجربة الصينية باحتواء الوباء. الصين سووا قضيتين، القضية الأولى انتبهوا على أعراض المرض، أي أعراض مرض شافوها قريبة على الإنفلونزا مباشرة اتجهوا لإجراء فحوصات له وتشخيص الحالة، ومحاولة عزله إن كان عزله بالمؤسسات أو بالمنازل حسب طبعا الدول، نعم، حسب ما توفر له، وكل واحد له منهاجه الخاص. نعم. فالأفضل إنه نتابع درجة حرارتنا، يعني ربة المنزل او الموجودين بالبيت يشيكون اي واحد مسخن ينتبهون على هذا الحال، هذا من باب. والاعراض الاخرى ممكن تكون رشح، واحد يحس عنده رشح، واحد ممكن يحس بتعب اجهاد، ممكن يحس بحرقه في منطقه البلعوم، ممكن يحس بسعال اغلبه يكون جاف في بدايه الامر، ضيق التنفس، علامات متاخره ممكن تكون. هذه الاعراض يعني اعراض تقريبا شبيهه باعراض الانفلونزا، الانفلونزا الاعتياديه. طيب عذرا المقاطعه، بس هنا اكو مثلا موضوع ارتفاع درجه الحراره المستمر يبقى، يعني مثلا هو درجه حرارته مرتفعه يعني مسخن او مثلا هذه الاعراض، هذه الاعراض شافوها تتفاوت. يعني عاده احنا الانفلونزا خلينا ناخذ على سبيل المثال، الانفلونزا يمكن اول اعراضها، ويمكن كلنا صار عندنا انفلونزا، اول اعراضها تحس بالبدايه تلبس في منطقه الانف، تلبس في منطقه البلعوم، نعم، تحس يعني نوع من انواع التيبس او الالم البسيط اللي موجود بالانف، بعدين تحس درجه الحراره ارتفعت، بعدين عندك تحس الرشح، بعدين عندك تحس صار السعال، هاي اعراض الانفلونزا. نعم. كورونا يختلف من شخص لربما اخر، بعض الناس بدت عندهم الاعراض، اول اعراضهم رشح، مجرد رشح وحس وجع بالبلعوم، بعدين يومين ثلاثه بدت حرارته
تصعد تدريجيا شوي شوي. تتاخر طبعا الحراره مرات توصل الى فتره اسبوعين او لربما حتى اكثر في بعض الاحيان. اوف حسب متواصله انه حراره. شافوا السعال بالبدايه السعال جاف بعدين اختفى بعدين ضيق تنفس تعب والعياء ممكن يجيك باول ايام ممكن يجيك بمراحل متوسط المرض. فهي مو قياس يعني انت المهم انه تعرف هذين الاعراض. واهم شيء بالموضوع هو ارتفاع درجه الحراره. اهم نقطه ارتفاع درجه الحراره هو بحد ذاته يعطيك المؤشر اذا كانت الـ يعني مؤشر خطوره المرض او مضاعفات المرض او لربما في بعض الاحيان. انا من المرحله هذه مرتفعه من التقلق. طيب ممكن انا يعتمد على موضوع المناعه مناعه الشخص المقاومة لهذا الموضوع؟ طبعا اكيد الحراره هي بحد ذاته هو يعني بادره من الجسم. اي نعم من اجل انه بس لا تكون صوتك درجه الحراره. انا فعلا انا واقعيا بالمرحله حالتي مو طبيعيه. شوفي احنا المطلوب من عندنا الان يعني اي واحد يعني الصينيين المناسب للامانه اتيها الصينيين انطوا توجيهات لكل العمال او الموظفين. اي نعم. تشيك حرارتك الصبح عندك ارتفاع درجه حراره لا تجي اقعد ببيتك واسكت. بعض الدول المتطوره حتى الحالات المشخصه لكورونا اللي عندهم مثلا يقول لك انا قاعد بشقه. أي. دول اوروبا قاعد بشقه ماكو مشكله انت عندك ارتفاع شخصنا حاله كورونا روح اقعد ببيتك. واحنا على تواصل ياك صارت عندك مضاعفات دخلك مستشفى. كل واحد كل دوله ولها منهاج خاص بالتعامل مع كورونا لان انت تحتاج عزل تحتاج في اغلب الحالات هي 80% من الحالات هي تاخذ وقت وتطيب. صحيح. يعني ما عندك مشكله بالحاله. لهذا نقول نسبه لو 20% من الحالات المرضيه يعني خلينا نقول 10 اشخاص مصابين 8 من عندهم ما يحتاجهم كل شيء مجرد راحه سواء اشياء معينه في خذ فيتامين سي خذ فيتامين دي خذ زنك. أينا. ارتاح بالبيت راقب اعراضك ماكو مشكله. 8 من عندهم 2 من عندهم يحتاج لهم دخول مستشفى. دول 2 من عندهم ممكن يحتاج لهم دخول مستشفى انطيهم علاجات او كذا وممكن يكون واحد من العشره لا والله صير عنده مضاعفات ويحتاج لأجهزة تنفس ويحتاج له يعني الى اخره من اليوم. يعني هاي هنا انه لي سؤال اللي تسالك اياه انه بموضوع يعني التعامل ويا الفيروس ويا الشخص اذا كانت اصابته بدايتها خفيفه واذا كان الشخص واصل لمرحله جدا يعني متقدمه. يعني شوف هي هو الفيروس انت هو يعتمد يعني هسه ليش واحد يصير زين ما عندنا امراض سرطانيه وناس صاروا زينين يعني اكو يعني اكو ناس يقولون هذه اصابتكم قليله يعني بالبدايه خفيفه ممكن بالمي غرغره مي وملح. انت 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 الفيروس عباره عن شنو؟ الفيروس عباره عن جدار دهني. نعم. يعني طبقه من الدهن وخريطه جينيه. نعم. زين انت من مجرد انه هسه احنا ليش نقول غسل بسبرت مجرد غسل بسبرت هذه الطبقه الدهنيه راح تتفتت وبالتالي مجرد الخريطه الجينيه ما راح تقدم شيء. الفيروس ما ممكن انه ينتقل خلية ثانية بدون الجدار مالك. لأن هناك مستلمات ويقعد على الخلية ويتعرف عليها بعدين يسوي فجوة بجدار الخلية وينقل الحامض النووي للخلية نفسها ويتكاثر عن طريق الخلية يتحكم بسيطرة الخلية اللي هي مالتنا وبدي يعطي عازات وردرات أشبه بالفيروس اللي يدخل الكمبيوتر نفس الشيء نفس العملية أنه يبدي يعطي عازات ويتحكم بالخلية ويبدي يتكاثر. فأنت مجرد أنه أنت مجرد غسل تهتم بيدك صابون ماكو مشكله سبرتو انا اهتم بقضيه السبرتو طبعا المناسبه يعني هاني دائما اهتم بقضيتين يعني القضيه الاولى انه احاول قدر الامكان انه اعزل نفسي عند الاشخاص المحيطين خاصه المسخنين هسه وياي كل هذا مهم جدا يعني انه انت عليك انه تبتعد قدر المستطاع يعني حتى حاول لا تخالط لا تقرب على شخص تكلم ويا شخص من بعيد. القضيه الثانيه راقب الاعراض اللي عندك هذا جزء مهم إنه انت ممكن تكون خلي ببالك انه يعني تعامل ويا الناس كانها كلها مصابه وتعامل ويا الناس ايضا كانها ما انت مصاب. يعني خلي ببالك انه انت كمريض ما تريد تنقل العدوى للاخرين. يعني افكر انه انا اغسل ايدي قدر الامكان ما اطخ اي نعم فاهمك ما احاول اطخ وجهي لانه الفيروس شنو الفيروس؟ الفيروس ينتقل وين؟ ما ينتقل عن طريق جلد ايدي يعني دخل ما راح يدخل جلد مال الايد ويعبر روح الدوره الدمويه. الفيروس مجرد انه يوصل للعين يوصل للغشاء المخاطي مال الانف يوصل للشفه والاغشيه المخاطيه مال وفي بعض الحالات النادره اللي كان عندهم مشاكل في بالاذن هذا وحالات نادره يعني ممكن تكون يدخل عن طريق الاذن. طيب دكتور برايك اليوم تنصح المواطنين
بأفضل المراكز الصحية اللي يجئولها يلجئلها المواطن لفحص السلامة من هذا الفيروس. يعني شوف احنا مشكلتنا كنا نحكي بكل صراحة مع الأسف أقول يعني، وهذا يمكن حتى أنا برغم أنه أنا كنت يعني متحدث رسمي لوزارة الصحة، ومشكلتنا مع باعتقاد الشخصي يحتاج لنا إجراء فحوصات أكثر، يحتاج توفير أكثر أو نكون أكثر قدرة على إجراء الفحوصات لتشخيص الحالات. هواي هسه ومشكلتنا الأخرى مع بعض الناس، هسه الناس متخوفة صحيح إنه أي حالة إنفلونزا ما يراجعون، يقول لك أنه راح يحجرون عليه راح كذا. فأنا باعتقاد الشخصي أنه أنت لازم تكون عندك خطط لمتابعة الحالة، يعني شنو يسوي يعني، وخطط لازم تعدل حسب اللي يجرى. يعني مثلا نساني اوكي تمام عندي فحوصات، وفرت فحوصات وكذا، اريد اشخص الحالات، الناس تخوف تقول لك انا ما اجي احجر، يا اما تتوفر لهم مكان زين للحجر صحيح وتطمنه، يا اما لا تقول له ماكو مشكله روح اقعد ببيتك، بس يكون شنو بمعزل كامل، يعني انت قاعد بغرفه يجيبوا لك الاكل بعيدين عنك ما يخالطوك، يعني الى اخره يفرغوا لك البيت وانت قاعد بالبيت. يعني دكتور تنصح الاسره العراقيه يعني انه تراقب اعراض هذا المرض اعتمادا على المعلومات المتوفره عندها من اعراض من توجيهات من يعني ثاني ما اقدر او يتوجهون يعني بعض الصحية. لدينا حالات صراحه بعض الحالات، وهاي يمكن الاخوان في الوزاره واتمنى يتبون عليها، لدينا بعض الحالات اللي لديهم اعراض وراجعوا لكن ما سووا لهم فحوصات وطلعوا بعدين انهم مصابين، وهاي مشخصه والاخوان يسمعوني يمكن في وزاره الصحه، وهاي مشكلة، هاي مشكلة أساسا طبعا. والقضية الثانية هل أنه تريد من عندي أن أوجه الناس بالالتجاء للمنزل بالحجر بالمنزل حتى لو كان إنفلونزا أو كان فيروس كورونا؟ نعم. أكو دول اتبعت هذا، لو تريد من عندي لا أنا كطبيب اليوم أوجه مريض للمراكز الصحية وتجروا الفحوصات. نعم. فهاي لازم يكون ننتبه عليه، يعني شنو اللي أنتم باي مفروض يوصلونا رسالة إحنا كأطباء. نعم. وككادر كوادر طبية شنو نعم. الإجراء اللي أسويه؟ أنت لحد الآن إنه تقول لي حول، أنا قاعد أحول لكن قاعد يرجع لي بدون إجراء فحوصات، وبعدين أتأكد إنه الحالة مصابة بكورونا، وهذا يجب أن تنتبهون عليه إخوان كوزارة الصحة. نعم. فأنا ما أعرف صراحة هسه أوجه رسالتي للناس أقولهم إلزموا بيوتكم واتجهوا للمراكز. يعني وهذا اتمنى ينتبهون على هذا الموضوع. نتمنى يا رب انه صوتك ورسالتك وصلت. طيب دكتور، البعض يقول انه الكبار بالسن هم اللي يكونون اكثر عرضه لهذا الفيروس، شنو النصائح اللي نقدر نقدم لهم يعني من خلالك بحيث يحمون نفسهم من اعراض هذا المرض؟ يعني باعتقاد الشخص انه وهاي دائما نذكر احنا الناس اللي عندهم مشاكل في الامراض المزمنه، اتمنى انه يكون سيطره على الامراض بصوره عامه. يعني انت اليوم فيروس كورونا ما تعرف بعد سنه شنو اللي راح يصير، يجوز يجينا فيروس ويجوز يبقى مستوطن هذا الفيروس. فدائما ننصح كبار العمر ان ياخذون ادويتهم بانتظام، انه يحاولون يوصلون الى السيطره المثاليه لامراض المزمنه، انه شويه لا يكون انه يعني عندنا لحد الان ما عندنا ثقافه الناس برا تشوف شخص عمره 75 سنه لابس التراك سود مالته ويجول الساعه 1:30 بثنتين بالليل. يعني انا مرات اضحك انتبه احنا هاي الثقافه يعني معنا. اقول يعني ايش قد واصل من ادراك ووعي. ثقافه ممارسه الرياضه يجب ان تتغير، الفيروس رساله انه يجب أن نهتم بها. والقضية الثانية نتمنى من الشباب، شباب أكيد كبار العمر مناعتهم مو مثل مناعة الشاب صح. يعني هسه بغض النظر اللي ممكن يشكل كورونا أخطر يكون، لكن الشاب عنده مناعته بعده بحيله، فممكن تكون أنت الشاب وسيلة لنقل هذا الفيروس لكبار العمر صحيح. فدائما حاول أبتعد عن كبار العمر هاليومين ثلاثة، حاول كبار العمر ما ظل أنه أطلع بهم زيارات وكذا 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 وكذا. من خلال احنا ك من اهلنا شلون نتعامل وياهم، احنا يعني نتعامل وياهم ونوجه لهم النصائح، لكن احنا واجبنا وعملنا يفرض علينا انه نطلع كاعلاميين. الشاب اكثر اليوم دوره في حمايه كبار السن، حمايه كبار السن اليوم يمكن دور الشباب. يعني شلون احنا اليوم نحميهم من مسببات هذا المرض؟ اكيد انه انت تلتزم بالتوجيهات، يعني تراقب الاعراض اللي عندك، لا تروح انه ما عندك شغل وعمل 24 ساعه تفرفر، هذا اكيد يعني مطلوب عندك انه تلتزم بيتك. والقضية الثانية قضية أنه أنت تلتزم بإجراءات الوقاية، اليوم أنه تغسل يدك كل ما تطخ سطح، وهي طبعا الأفضل يعني نتعامل بكبار السن عذرا يعني بمعزل عنهم؟ لا ما أقصد أنه معزل، بس أنت تعزل نفسك إذا كنت عندك أي أعراض إنفلونزا. والقضية الثانية تعزل نفسك بالإجراءات اللي تتخذها، يعني اليوم أنا طلعت مثلا فكرت أنه طلعت من البيت من الصبح عندي الموجود بالسيارة، اي
سلمت الباج مالتي لشخص بالطريق سيطرة طانية مباشرة، مسحت ايدي ومسحت الباج وخليته. وصلت للقناة، اول قضية سألتكم عليها وانه السبرتو طخيت الكذا، رأسا اغسل امسح ايدي ما المس الوجه مالتي، اني راح ارجع للسيارة هم عندي اجراءات اتخذها كوقاية. هاي اجراء بسيط يعني، انا ما سويت شيء، شغلات بسيطة ما كلفتني، فلازم انتبه على هذه الشغلات. وهي مطلوب كل شاب كبار العمر من انت تلتزم به الشغلات ما راح تنقل لهم الفيروس. نعم اللي طيب. هم متواجدين بالبيت. طيب حلو. دكتور، موضوع المناعة احنا قلنا هو بالتالي هو الموضوع، اذا الانسان مناعته قوية سواء كان طفل او كبير بالعمر، اذا مسوي حمية طبعا او شاب، اللي هي هذا الموضوع يتعلق بالمناعة بالنسبة للاطفال. نعم. الاطفال مناعتهم دائما تكون اقوى او اضعف، وفي حال انه هذا الموضوع ممكن يأثر ويسبب وفاة للطفل لا سامح الله. شوفوا الفيروس احنا يعني مثلا نقيس مثلا حصبة بالمناعة الحصبة مثلا كبار العمر والحصبة بالنسبة للصغار، نقول الأطفال ما عندهم مناعة ضد الحصبة لأنه ما متعرضين للحصبة، كبار العمر عندهم مناعة ضد الحصبة لأنه متعرضين للحصبة كان لقاح وكان فيروس كورونا. إحنا ما نعرفه، مرض جديد، عندنا مسميات سابقة له، عندنا أنواع، أربع أنواع عندنا والآخر من الأنواع اللي تصيب الإنسان أو الحيوان، لكن هذا الفيروس غير نفسه جانب بشكل آخر، فبالتالي إحنا كنا ما عندنا مناعة. أطفال ما عندهم مناعة، شباب ما عندهم مناعة، كبار ما عندهم مناعة ضد الفيروس. طيب أكو أشياء تبقى أنت شنو اللي تواجهه؟ شنو اللي تواجهه؟ يعني أشبهكم بأنه إحنا مناعتنا هي عبارة عن الجيش الموجود، يعني هسه تقيس قدرات الدفاعية لدولة عظمى، قدرات الدفاعية اللي عندنا كعراق لا، ممكن جيش لا سمح الله يجي يغزينا وكذا، فنفس الشيء أنت تعتمد على وسائل الدفاعية اللي عندك، وهذا طبعا تعززها بالأغذية الصحيحة، فيتامين سي، فيتامين دي، زنك، ممارسة الرياضة، بالراحة النفسية أكيد يعني تلعب دور في تعزيز الجهاز المناعي. طيب دكتور، موضوع المناعة نرجع عليها، أنا سامعة أنه مثلا اللي مسوي عملية مرارة أو شايل اللوز هذا تكون مناعته ضعيفة، بالتالي ممكن مرارة شو العلاقة؟ ما أدري يعني هيك بصورة عامة. يعني شوف هي يعني اللوزتين ممكن تكون خط دفاعي أول، بس يعني نوعا ما في بعض الاحيان احنا ايش نرفع اللوزتين. طيب يعني تبقى المراره شنو ربط بينها وبين ما اعرف يعني انه هم كاشياء مشموله من الجسم. احنا هوايه طلعت اشياء ناس هوايه خرافات. هي شوف انت انت يعني عذرا اليوم يعني يقولون تقبيل الاطفال يعني بين العوائل والناس اللي تجيك ممكن انه ينقل هذه العدوى، انه كمعلومه تقول انه تقبيل الطفل ممكن انه ينقل له سبع امراض صحيح، ممكن امراض جلديه وممكن اي يعني فيروس. يعني تنصح الاهل اليوم انه عدم التقبيل احنا سلام من بعيد، ممنوع لان واحد بليت من بعيد اي لا كله سلام يعني يمنعون تقبيل الطفل لانه تكون قله المناعه عنده. انت ما تعرف مشكله الفيروس كورونا، انت ما تعرف عندك فيروس كورونا ممكن تتعامل الى اخرين. يعني شوف انا شفت يمكن قبل يومين كان مؤتمر صحفي احد الصين دول كان عن كورونا، يعني صراحه المؤتمر كلش مفيد يعني عن تجربتهم. فمن بعد شفت المؤتمر الصحفي كل صحفيين بعدين يمكن مترتين او ثلاثه عن الاخر يعني بعد زين من غير اجراءات، لكنه كمسافه وهي طبعا المسافه هي امشي بالموضوع، يعني انه انت تطخ جسم صلب او تطخ اي شيء عقم ايديك، لا تخلي ايديك تطخ بوتشك، والقضيه الثانيه ابتعد عن الاخر قدر المستطاع. حلو، يعني الاجراءات الوقائيه اللي نستخدمها احنا اليوم مناسبه للاطفال لو فقط احنا الابتعاد عن نتخذ احنا الوقايه، الاجراءات الوقائيه نفس القضيه للاطفال ايضا هم حتى يعني. الاطفال تقليم الاظافر طبعا جزء مهم جدا. الكفوف يمكن هسه يمكن انتم لابسين كفوف. الكفوف يمكن بميزه واحده تخلي شويه انه احنا نخاف من الفيروس في بعض الاحيان انه يدخل جوا الاظافر، وبالتالي اللي ما يعرفون يعني ينظفون ايديهم زين ممكن يكون خطوره. الكفوف ممكن بميزه انه ما يدخل الفيروس يعني يكون علق، لكن الكفوف مشكلتها شنو؟ تعطيك في بعض الاحيان وهم كاذب انه انت معزول عن الفيروس، وممكن تكون هي سبب لي انه انت يعني ما ممكن انه تبقى لابسه تشف اربع، مفروض تبدل تشف كل ما مثل ما تعقم ايدك يعني اي مثل ما تعقمك يعني تطخ ايد مواد صلبه او جسم صلب. طبعا الموبايل مثلا، الموبايل يبقى الفيروس على الشاشه مالته تقريبا حوالي 96 ساعه يتعقم لازم اي صح راح اعوفه للتليفون يعني حاول قدر الامكان. هسه مثلا انتم خليته على ميز، مفروض تتاكدون اول شيء الميز معقم،
الموبايل مفروض ايضا بين فتره واخرى عقمه. الحمد لله المكان هنا كله تم تعقيمه وتعفيره. ماكو مشكله الحمد لله. الـ الكفوف ذاك الوقت ممكن تكون تامين اضافي. طيب. انا جيت المفروض هسه اجراءات اللي يعني جيت من برا اي شيء مسكته مفروض يتعقم يعني يتعقم. المكان اللي يعني ممكن لا سمح الله يكون حامل للفيروس. طيب دكتور احنا وصلنا لموضوع كمامات يمكن اني وهاله وشارع العراقي بصوره عامه. اكو اختلاف بالاراء، اكو فريق يقول انه الكمامه ارتدائها يحمي من هذا الفيروس ووقايه، والبعض فريق يقول انه يقلل من شده نعم. وخطر الاصابه فقط. احنا اذا كان هي المشكله انه حتى الدراسات يعني البارحه منظمه الصحه العالميه اشارت الى انه ممكن الفيروس يبقى بالهواء. يعني قبل يمكن حوالي 3 ايام 4 كانت اخر معلومات انه ماكو ما يصير انه الفيروس بحكم ثقل مالته ما يعني ينزل. زين. فهي تبقى انه الكمامه اجراء ضروري، لكن وانت شنو؟ انت قاعد بالبيت ماكو داعي كل الاجراءات تسويها، ماكو داعي انت مأمن بالبيت مالتك، ماكو داعي انه انا اعقم ايدي، ماكو مشكله، اذا كنت بالبيت وحدك ماكو اي شيء جديد استجد ايه نعم. يعني. لكن من تطلع برا لا، البس كمامه، لانه ممكن تكون انه الاخرين تنقلهم، اذا اعتمدنا على النظريه الدراسه الاخيره انه ممكن يكون بالهواء، اذا ما اعتمدنا على نقول انه الفيروس لا راح ينزل على السطح، هنا دور الايدي اهم من الكمامه. اذا كنت وحدك يعني تتحرك. اي نعم. اذا كنت في قريب على مريض او قريب على يعني ناس حواليك اهلك. بس ما ماكو مشكله. طيب دكتور اريد اني هذه الكمامات موجوده يمك. نعم. اريد نوضح للناس انه كيفيه طريقه ارتدائها بالشكل الصحيح وكيفيه خلعها بشكل صحيح. طبعا هي شلون نتعامل وياها؟ اول شيء هسه هسه هي جرتمت بدون نقاش. لا المفروض انت من تاخذها ما تاخذها من اي شخص طبعا يعني. اكيد انت تاخذها من الباكيت القضيه هو كل ما هنالك انه انت هي راح تكون جدار يعني اشبهكم جدار بينه وبين المحيط الخارجي. نعم. المحيط الخارجي ممكن راح يدخل لي تيار من الهواء يدخل لي من هاي الجهه وطبعا حسب عاده هي تكون بهذا الاتجاه بالنسبه للجراحين يعني هذا أيه. مال الجراحين تستخدم تدخل التيار الهواء من هاي الجهة ويطلع لي من هاي الجهة فهاي الطبقة راح تكون ملوثة هاي الطبقة راح تكون ملوثة ما أعرف هسه بيها فيروس كورونا ما بيها فيروس كورونا ما أعرف بس هي بقت فترة استخدامها 4 إلى 6 ساعات أهم شيء بنقطة بيها أنه أول شيء أنه هاني هذا الجهة ما المسح نهائيا يعني لأنه ممكن تكون ملوثة بأي ساعة يعني مجرد خليتها على وجهي وأخذت نفس تلوثت ما أعرف أنه الهواء اللي دخل لي هل هو ملوث او لا فبالتالي هاي الجهه اصبحت ملوثه نزعها ووضعها بدون ما المس الوجه السطح الامامي اللي بدون ما المس الوجه قضيه ثانيه قضيه الـ طبعا الـ الـ يعني المعدن البيئي يعني هذا اللي يحاول يكبس لك على منطقه الانف لكنها ما تعطيك عزل 100% يعني ما تعطيك عزل لمنطقه الوجه يعني ممكن الهواء يدخل من منافذ اخرى أي نعم. لكنه تعطيك مناعه تعطيك حمايه تعطيك يعني اكو افضل من هذه الكمامه طبعا حسب الانواع اكو N95 واكو اكو طبعا هاي الكمامه تستخدم 4 إلى 6 ساعات يفضل انه رميها مناسبه مجرد ما تترطب لازم مناسبة يعني نرميها إيه؟ تنتبه على قضيه انه رميها تكون بمنطقه معزوله كم ساعه وتتبدل 4 إلى 6 ساعات 4 إلى 6 ساعات ترميها عندما مو تشمرها لانه هاي ممكن هاي تكون تحمل الفيروس ملوثه اي قلنا تكون والقضية الأخرى أنه هناك كمامات كمامات تبقى سنة ممكن استخدام حسب الشخص يفضل ارتدائها في الأماكن المزدحمة يفضل ارتدائها في الأماكن المزدحمة أو مخالطة أشخاص لا سمح الله ممكن يكون عندهم نوع من أنواع أي نعم طبعا هذا راح المفروض تلافه يعني مجرد أنه أنا مسكته تلوثت خلاص وأني عرفت برغم أنه مستخدم سبيرتو عرفت معلومة أنه مجرد ما أنه واحد يحكي ولابسها وتترطب هم تكون بعد خلاص لا هو هي إحنا عادة هاي تستخدم بالجراحة تستخدم أنه الغاية من عندها أنه أنا تشتغل عملية أي. أنت تحمي مريضك من نفسك سلامة لك مشكلة. والمقابل إيه لا مو المريض هو تعقيمه كذا لكنه حتى لا أي فيروس أو أي بكتيريا من منطقة الفم تنتقل على المكان العملي هذا نعم. تستخدم عادة كإجراء
يعني حماية المريض من الطبيب وليس العكس. طيب دكتور ننتقل لموضوع المعقمات مثل الجل البخاخات اللي هسه هي منتشرة بشكل كلش واسع بالأسواق. طبعا هالفترة وأكو طبعا ممرات تكون استخدامها محدود أو هي مناسبة لكل وقت نقدر نستخدمها بأي وقت. يعني أتمنى أول شيء ليس التقليد بها ودائما تخيل على يعني تكون اي غش بها ممكن لا سمح الله هاي الفتره ممكن يعرضنا للخطوره. اكيد طبعا قضيه المناسبه قضيه التعقيم اهم شيء يكون ماده الكحول بنسبه لا تقل عن 60-70%. هذا جزء مهم. وقلنا التعقيمات هي الغرض من عندها هو اختراق او اتلاف الجدار الخارجي للفيروس اللي وعاده يكون طبقه دهنيه، وهذا اهم شيء بالموضوع. التعقيم أنا باعتقادي حجر أساس اليوم للوقاية من فيروس الكورونا، ودائما أفضل أن الناس تستخدمه، خليه بالسيارة، خليه بالبيت، خليه كذا، أي مكان تروح دائما استخدمه من أجل أنه لا ينتقل لك الفيروس، لأنه يعني فيروسات الإنفلونزا أو فيروسات الكورونا تقريبا 90% من عتها هي غسل الأيدي أو تعقيم الأيدي تعطيك حماية. طيب عندما تغسل إيدك. طيب هذا اللي قالته هالة على موضوع المعقمات. اليوم انتشرت خلطات يعني انه موضوع استخدام المي ويا مبيض الملابس يعني مثل القاصر حتى يعقمون بالبيض ويا شوف يعني هذا موضوع كلش هواي. وشفنا يعني ديتول اكو شخصية يعني معروفة وهذه انه تخلي ديتول ويا قاصر يعني بحمام بحوض الاستحمام ما راح يعني شوف ما راح يعطيك تفاعل كيميائي حتى تنتج ماده جديده حتى تكون اكثر تعقيم. لا ممكن انه تستخدم القاصر اي إن كانت المعقمات بصوره عامه ممكن هي تفيد، لكن تتراوح نسبها طبعا حسب المواد. يفضل افضل شيء هو الكلوريدين، يفضل انه السبرتو بالتحديد او الكحول مادتين ذني هي اللي ممكن انه تقضي على الفيروس. طبعا احنا كاجراء سام البيت تقول اني اعقم البيت كله اقول لا ما مطلوبه، يعني انت ما الاماكن اللي تحسين بيها تلامس هواي ممكن تستخدمين تعقمين، وهذا طبعا كل المجالات مو فقط البيت. اما انه عندك غرفه ما حد طابها وداخل ماكو داعي يعني اعقمها يعني. جيد دكتور، طبعا انا جدا اشكرك لوجودك ويانا اليوم واستفادينا يعني اني وهاله وكل مشاهدينا الكرام عن موضوع الوقاية وكيف وموضوع الأعراض وشون أنه نتعامل ويا المعقمات والكمامة والجفوف. يعني إن شاء الله يا ربي بردا وسلامة على كل شعبنا العراقي. شاكرين جهودك دكتور والمعلومات القيمة أكيد اللي توضحت للمشاهدين. معلومة أخيرة نتمنى أنه يكون المناسبة ربي الصحة والعافية للجميع. انتبه على كورسات كل العراقيين. الوضع مو سهل، المرض لحد الآن أوكي يعني ما عندنا 2% لا تعني فد شيء، لكنه لا سمح الله ممكن يكون خطر، فليستهون بالموضوع. أكيد احنا حكينا بالبداية أني وهالة يعني نتمنى ناخذ الموضوع بجدية. ما نقدع على الخوف بقدر ما أنه لا تستهين. أكو استجابة من المواطنين من انطلقت هذه الحملات؟ هي أكو طبعاً حسب بالنظافة. يعني احنا نشوف المشكلة من يصير عندك توعية عامة مو سهلة، يعني لأنه أنت في بعض حسب شخصية الشخص، هناك شخصية قلقة هذا تتخوف أكثر من لازم، هناك شخصية لا أبالي وهكذا حسب. فنتمنى انه الكل تساعد، يعني اوكي ما مهتم للمرض لا تهتم، بس لا تكون مصدر لنقل الفيروس للاخرين. جدا اشكرك دكتور. شكرا لك دكتور. شكرا لي دكتور احمد الروديني. نروح لفاصل يلا وبعدها نواصل وياكم فقراتنا وتقريرنا الاول مع زميلتي هاله.